تكات لسلق اللحمة. ده الفيديو بتاعنا النهاردة، معاكم دينا ويلا نبدأ. النهاردة الفيديو ممكن يكون سهل لناس كتير، لكن احنا النهاردة هنحاول نقول نصايح لناس ممكن تكون ما تعرفهاش، وممكن اللي يعرفها برضو يراجع معانا النصايح اللي عارفها كده ونفيد بعض كمان. اول حاجة هنقولها يا جماعة، في انواع لحمة ما بنسلقهاش، زي مثلا العروق، عرق التريبيانكو وعرق الفلات، ودول بيستخدموا في عمل اللحمة الستيك. وكمان في حاجة كمان ما بنستخدمهاش في السلق، اللي هي وش الفخدة اللي بتعمل منها البوفتيك. تمام، بالنسبة لأي نوع تاني ممكن يتسلق معانا عادي، وطبعا الريش دي ما بتتسلقش. بالنسبة لأنواع اللحمة التانية، عندي كولاتا، عندي موزة، عندي انتركات، عندي طبعا المواسير زي ما انتم شايفين كده. انا بحب احط مع اللحمة دي لحمة كولاتا، بحب احط مع اللحمة مواسير لانها بتدي للشوربة دسم طبيعي وبتديها كمان طعامة حلوة جدا جدا. بالنسبة كمان لسلق الشوربة، انا بحط فيها جزر، الجزر بيدي طعم حلو جدا يا جماعة للشوربة، بيدي طعم حلو جدا للشوربة. عندي هنا في السلق بحط جزر مع بصل مع ورق لوري وفلفل اسود، وطبعا الحبهان ما اقدرش انساه. تمام، اللي عايزه اقوله برضو، ممكن في ناس تقدر انها تشوح مع يعني تحط في الاول التشويحه الجزر مع مكعبات البطاطس. البطاطس عشان فيها نشا بتفتح لون الشوربه زياده للي ما بيحبش غمقان الشوربه. اول حاجه لازم نعرفها ان اللحمه ما بتتشوحش قبل ما الميه تنزل مغليه، اللحمه بتتسقط في الميه المغليه على طول. ليه؟ لان ده بيقفل الانسجه بتاعتها، فبيساعدها انها تحتفظ بالسوائل الداخليه فتستوي بشكل افضل، وبنفس الوقت تبقى من جوه طريه. هنا حطيت ميه مغليه من البراد، وكمان هنزل عليها بالبهارات والورقيات بتاعتي والجزر. زي ما قلت لكم، لو عايزه اشوح جزر مع بطاطس هديها تشويحه، وهنزل بالميه عليها الاول، واحط بعد كده الفلفل الاسود والورق اللوري والحبهان والبصل، وبعدين انزل باللحمه بتاعتي. البطاطس ايه فايدتها؟ انها بتفتح لون الشوربه، في ناس مش بتحب الشوربه غامق. تمام، طبعا لحمه شوربه اللحمه بتبقى اغمق نوعا من شوربه الدواجن او الفراخ. تمام كده، هبتدي بقى اسقط عندي المواسير واللحمه بتاعتي. اللحمه دي زي ما قلنا انها كولاطه، تمام كده، هسقطها معاها. طبعا المواسير ممكن تتحط مع اي نوع لحمه في السليق، يعني مش بتتحط مع نوع ونوع لا. لما زي ما قلنا انا بحطها في اللحمه السخنه علشان الانسجه بتاعتها بتقفل، ولما بتقفل العصاره بتاعتها دي بتسويها بشكل افضل، وفي نفس الوقت بتخليها السوائل ما تفقدش. فاحنا لازم نحطها في ميه سخنه، لان في ناس بتشوحها وتنزل بالميه السخنه، ده مش صح في طريقه السوا. يعني لازم في اللحمه لازم تتسقي، دي طريقه اجدادنا بتوع زمان. يعني هديها بقى تقليبه، وبعدين هخليها انها تغلي غلوتين. برضو في حاجة عايزين نعرفها، في تكاية هقول لكم عليها حلوة جدا لسوى اللحمة. في ناس بتقول اللحمة بتقعد على النار كتير جدا، طبعا ده بيرجع لجودة اللحمة، سن اللحمة، وللتكاية اللي انا بقول لكم عليها دي بقى هتعجبكم جدا. دي نوى بلح، نواة بلح واحدة هتتغسل وتتحط في مية السلق. دي بتساعد كويس جدا يا جماعة ان اللحمة تستوي بشكل افضل. تمام، الطريقة دي طبعا، او النواة دي، انتوا هتقولي انتوا عرفتي المعلومة دي منين؟ انا هقول لكم عرفتها من اجدادنا وامي وحماتي والناس الكبار بتوع زمان، دول بجد بيبقى عندهم معلومات حلوة جدا، وانا جربتها وفعلا فرقت معايا في سوى اللحمة، بتسرع سوى اللحمة كويس جدا ومش بتسيب اي طعم في الشوربة. تمام، لما بتبدأ الشوربة تغلي هطفي، يعني هغطي عليها وهسيبها بقى تغلي على نار هادية براحتها خالص. كل حين والتاني كده هفتح عليها الغطاء، اول ما الاقي الريم اللي هو المادة البنية دي اتكونت على الحروف او على الوش، زي ما انتم شايفين كده بتبتدي تعمل رغاوي، ده اسمه ريم، ده لازم يتشال، لان ده لو اتساب اللحمة بتبتدي انها الشوربة بتاعتها تغمق، فبيبقى شكلها مش حلو بالنسبة للغرف. تمام كده، الريم ده بتبقى حاجة مش مقرفة خالص، بس هي بتغمق الشوربة، يعني زي ما بتقولوا كده بتبقى زي رواسب للحمة، بس مش حاجة تقرفوا منها يعني. تمام، يا رب يكون الفيديو بتاعنا عجبكم، والكم نصيحة اللي قلناهم عجبوكم. ما تنسوش تعملوا سبسكرايب ولايك وشير لو الفيديو عجبكم عشان يوصلكم كل جديد. وان شاء الله بإذن الله اللي يجرب ده او عنده طريقة تانية يا ريت يشاركها معانا برضو. شكرا لحسن استماعكم.